da da ما السر في ذلك؟ او اعطينا تفاصيل بخصوص هذه الوضعيه يا حسين. نعم، مساء الخير رضا، مساء الخير مشاهدينا، بالفعل موجة الحر مستمرة بالمناطق الجنوبية بدرجات حرارة قياسية تتعدى عتبة ال 50 درجة مئوية تحت الظل، وهذا إلى غاية يوم الخميس المقبل إن شاء الله على الأقل. بالإضافة إلى ذلك المناطق الشمالية تعرف يعني عودة درجات الحرارة إلى معدلها الفصلي الحمد لله. لكن نسب الرطوبه العاليه حتخلي درجات الحراره نوعا ما طقس نشاط وطقس نوعا ما حار على الرغم انها تكون درجات حراره فصليه بالاضافه الى كل ذلك الامطار الرعديه حاضره دائما بالمناطق الداخليه بعد الظهيره ونشوف التفاصيل والبدايه بالنشريه الخاصه التي اصدرها ديوان الوطني للأرصاد الجويه صبيحه اليوم حيث اكدت من خلالها على استمرار تسجيل موجه حر بدرجات حراره قصوى تتراوح ما بين 8 40 إلى 49 درجة مئوية تحت الظل ويمكن أن تتعدى محليا 50 درجة مئوية وبالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 34 إلى 39 درجة مئوية وذلك إلى غاية يوم الخميس المقبل على الأقل الولايات المعنية كل من ولاية برج بجي مختار أدرار تيميمون إن صالح تندوف وكذلك ولاية بن عباس روحوا مع بعض مشاهدينا نتعرفوا على الكتل الهوائية ودرجات الحرارة إن شاء الله المرتقبة بداية من يوم غد الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة بحول الله كتلة هوية جد حارة وموجة حر شديدة مستمرة في التمركز على خاصة على الجنوب الغربي شمال الصحراء بدرجات حرارة قياسية تصل أو تتعدى عتبة الخمسين درجة مئوية تحت الظل وهذا لغاية يوم الجمعة يستمر الهواء الساخن ودرجات الحرارة القياسية تسجل خاصة على مدينة بشار بن عباس تندوف كذلك أدرار وإن حتى لمدينة برج بجي مختار كما نلاحظه في الصورة بالنسبة للمناطق الشمالية للبلاد تبقى دائما درجة حرارة نوعا ما فصلية بسواحل الوطن الوطنية أقول تكون ما بين 30 إلى غاية 35 درجة على أغلب المناطق الساحلية فيما يخص المناطق الداخلية للبلاد تعود درجة الحرارة إن شاء الله للارتفاع من جديد للتراوح ما بين 45 إلى 47 درجة مئوية تحت ظل خاصة على المناطق الداخلية الغربية والوسطى على سبيل المثال على كل من مدينة شلف معسكر غليزان تيارة سعيدة عين دفلة لمدية كذلك البويرة والجلفة كما نلاحظ في الصورة بالنسبة لفترة الصبيحة وحتى الفترة الليلية درجة حرارة نوعا ما تبقى دائما تحافظ على المعادل الفصلي بشمال البلاد ما بين 20 إلى غاية 25 درجة بالنسبة للمناطق الجنوبية سجوم ما بين حوالي 35 إلى 40 درجة على أغلب المناطق الجنوبية يعني الطقس حار من الصبيحة تعفو أغلب المدن الجنوبية للبلاد نعود إلى شمال البلاد نسب رطوبة عالية تميز أغلب السواحل الوطنية تتعدى الثمانين في المئة على أغلب السواحل الوطنية خلال الساعات القليلة المقبلة الآن نمر مشاهدينا إلى التنبيه فيما يخص الأمطار الرعدية إن شاء الله المرتقبة بعد ظهيرة اليوم في حدود الساعة الثالثة بعد زوال اليوم وتستمر إن شاء الله الأمطار في التساقط إلى غاية الساعة التاسعة ليلا عبر كل من ولاية بسة خنشاباتنا وكذلك ورقلة الختام مشاهدينا سيكون بالتعرف عن حالة البحر إن شاء الله بداية من يوم غد الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة بحر هادئ وجميل اللحظة في الصورة يميز أغلب السواحل الوطنية مع رياح تروح سرعتها ما بين 10 إلى غاية 40 كم في الساعة سرعة في مخصص الرؤية حتكون إن شاء الله حسنة اتجاه الموجة شمالية غربية تماما على السواحل الغربية من شمالية إلى شمالية شرقية على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية للبلاد مشاهدينا تستمر موجة الحر الشديدة لتميز المناطق الجنوبية خلال الساعات القليلة المقبلة بدرجة حرارة قياسية بالنسبة لفترة الظهيرة تتعدى عتبة الخمسين درجة وفترة الصبيحة وحتى الفترة الليلية تتعدى 40 درجة مئوية إن شاء الله مستمرة إلى غاية يوم الخميس على الأقل إن شاء الله بهذا مشاهدينا سلي طي ورقة حول الطقس نعود الآن إلى رضا لاستكمال بقية الأخبار شكرا جزيلا لك حسيب